مكمبر. كيلر يا أسطورة تقدم يا كيلر، 9 أساطير في الزون المقبلة الأخيرة، من منهم سوف يفوز يا أصدقائي؟ من منهم سوف يحصل على المتجر الغامض كامل بأكمله بجميع أغراضه بجميع أسكناته بجميع مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف انكم كفو قدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك. فصوت اصدقائي، بتمنى من كل اسطوره قاعد يشاهد هذا الفيديو انزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم اصدقائي راح يكون على روم للمتابعين. فتحت روم للمتابعين، اللي بيفوز بهذا الروم راح يحصل على المتجر الغامض كامل. نعم يا اصدقائي، طبعا انا وعدتكم بعد الروم من قبل تقريبا 2 أو 3 أيام، حكيت لكم انه هذا اليوم راح افتح روم على الانستغرام ونزل ستوري على الانستغرام واعطيكم الموعد، وبعدها افتح الروم ونزل ستوري فيه الاي دي وكلمه السر تبع الروم. وطبعا من الشروط، يعني هذا هو ستوري اللي نزلته على الانستغرام، فحكيت لكم اللي مو متابعني على الانستغرام يتابعني. والله اللي مو متابعني على الانستغرام عن جد في كثير اكواد وفرص ومسابقات واشياء اسطوريه قاعده بتضيع عليك، فروح تابعني على الانستغرام ولا تخلي هذه الفرص تروح عليك. رح تلاقوا رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف. فطيب اصدقائي، بعد الروم راح نشوف مين هو الفائز، مين الاسطوره اللي راح يفوز، مين اللي راح يجيب البويا، اللي راح يجيب المركز الاول، اللي راح يحصل على المتجر الغامض كامل. نعم يا اصدقائي، راح احرق له ابو المتجر الغامض، راح اجيب له شخصيه الوك اطور له اياها، اجيب له المتجر الغامض بنقاط الفاير، كل شيء كل شيء يا اصدقائي. يعني اقل شيء 6-7 آلاف جوهره راح احرقهم بحسابه واحوله في اشتباك. في اشتباك، في اشتباك اسطوري، لا لا والله الهيتشوت والله العين بالعين والسن بالسن، عطاه هيتشوت رد له هيتشوت اقوى منها، كفو يا اسطوره. بس لا هذا مش اسطوره، هذا فاتح حساب جديد. طبعا هذا ثالث روم انا بسويه، والله تعب. هذا كيف مات ولا عايش؟ والله هذا جالد واحد، عن جد تعبت اليوم، والله تعبت تعبت يا اخي. اللي بيشحنوا سؤال وجاوبوني عليه، ليش انت مثلا، انا بحكي عربي يعني وانت متابعي عربي، فانت متابعني وانت بتفهم عربي، ليش انا لما بحكي بالعربي انه اللي تخفيضه اقل من 85 يعني اللي بيشحن لا يشارك، فانت بتيجي بلاقيك بتشحن اكثر مني انا شخصيا وبلاقيك مشارك، يعني ليش؟ والله حلو يا شباب انه نعطي فرصه لغيرنا، حلو انه نعطي فرصه للناس اللي ما بتشحن. بحكي مره ثانيه، يعني الفاير باصات اللي انت بتشحنها والكل يوم 1000 جوهره و2000 جوهره اللي انت بتشحنه، في ناس 100 جوهره ما بتقدر تشحن، والله يعني عن جد في ناس 100 جوهره ما بتقدر تشحنها باللعبه، وبتتمنى انه هي يكون عندها سكن اسطوري، فرجاء يعني دائما اعطوا فرصه لغيركم. طبعا هذا ثالث روم انا بفتحه، اوكي ليش ثالث روم؟ نزلت ستوري وحكيت طبعا شو اسمه الشروط تبع الروم من امبارح وانا احكي لتخفيضه اقل من 85 لا يشارك بالروم تبع بكره، وحكيت لما اعلنت على الروم قبل 3 ايام اللي تخفيضه اقل من 85 اللي بيشحن لا يشارك، وبعدها رجعت حكيت هذا الشيء امبارح بالستوري، واليوم كمان لما فتحت الروم رجعت حكيت هذا الشيء. بدخل على الروم بلاقي وين النص اللي داخلين؟ تقريبا تقدر تقولوا 80% من اللي داخلين على الروم بيشحنوا. اوكي، وبعدها بيجي واحد بيفوز بتقول له طيب كم تخفيض عندك؟ بقول لك التخفيض عندي 60 ولا ما بعرف كم. طيب يا حبيبي يا قلبي، انا حكيت التخفيض اقل من 85 ما راح يفوز شيء، واللي بيشحن لا يشارك. قرات هاي الشروط؟ بقول لك ايه قراتها. طيب ليش مشارك؟ بقول لك والله مشارك، قلت بلكي اذا فزت خلص، اذا انت بدك حساب 85 بعطيك حساب صديقي ولا ابن عمي ولا اخوي ولا. يا اخي شو المنطق هذا؟ يعني عن جد عذر اقبح من ذنب. يعني انا شو دخلني بحساب صديقك ولا حساب ابن عمك ولا بيقول لك لا حسابه تبند. طيب حسابه تبند علي عمر اللي بنده، مش علي، روح تفاهم مع المطورين مع الشركه. اوكي، فيعني عن جد اتمنى يا شباب بلاش هاي الحركات. يعني انا دائما بسوي مسابقات على اكواد ورومات على اكواد وبقول عادي اللي بيشحن يشارك، اللي ما بيشحن عادي، يعني ما في اي مشكله. بس الرومات تبع متجر الغامض انا دائما بختار الناس اللي ما بتشحن، لانه دائما لما بينزل متجر الغامض بحب انه انا افرح شخص يكون مش شاحن قبل هيك وفجاه يتحول حسابه من حساب نوب الى حساب اسطوري. فطيب نشوف مين راح يفوز، مين اللي راح يتحول حسابه من حساب نوب الى حساب اسطوري. فطيب رومين نفس المشكله، يعني اثنين اللي فازوا كانوا بيشحنوا تخفيضهم اقل من 85، فهذا الروم الثالث. فبتمنى انه عن جد من القلب انه هذا الروم الثالث اللي يفوز يكون، بس لا تقريبا يعني كل اللي داخلين بهذا الروم نقدر نقول 90 بهذا بيشحن. اوكي ليش عن جد ليش مشارك؟ نفسي اضيفه واساله. اوكي هذا ما بيشحن،
هاد فاتح حساب جديد. شوف يعني هاد بيشحن بس لانه انا حكيت خلص اللي بيشحن ما راح يفوز شيء، راح فاتح حساب جديد ودخل بالروم. يعني كيف بيحسبها؟ بيقول اوكي اذا فزت هذا الحساب الجديد بيشحن لي فيه وبيحرق لي ابو كل شيء بالحساب، وانا بعدها بروح ببيع الحساب. تجاره ما شاء الله لاعبين فري فاير عن جد كلهم عقولهم تجاريه. بس يا ريت لو يستخدموها برا اللعبه، يستخدموا التجاره هاي برا اللعبه مش داخل اللعبه، لانه هاي لعبه للتسليه، والله لعبه للتسليه مش للربح. اوكي هاد لا اغلب اللي داخلين بالروم هاد يعني اساطير صراحه، وما بيشحنوا كلهم مطابقين للشروط، ما في تتييم ما في مخالفه، يعني كل الشروط اللي انا حكيتها مطابقه في الروم. فان شاء الله يا رب اللي يفوز يكون يعني في عندنا هاد بيشحن وفي كذا واحد ما بيشحنوا، فان شاء الله هدول ما يفوزوا يا رب تبلعوا يا رب. اللهم خرب ايبهم يا رب، اللهم لا تبارك لهم في لوتا. لا 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 مستحيل 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 الهيد شوت، مستحيل الهيد شوت المفاجئ من عند المدمر. المدمر يدمرهم، المدمر يدمر روسهم. المدمر 38-56 بي، حاط رقم تليفون ويمكن. طيب نشوف اللي بعده، اللي بعده عندنا الأسطورة ياسين. اوكي والله كل اللي داخلين ما بيشحنوا، في شوي هذا شو بتسوي، في اشتباك، اشتباك عند صديقنا شو اسمه يا اخي، والله الصورة اللي حاطها مو مبينة. هذا لا في اشتباك ولا لا في اشتباك، في ثلج، هذا ورا الثلج ورا، والله ما في. هذا يا شباب شو قاعد بيسوي؟ هذا قاعد يحاول يبني قصر احلامه بالثلج. اوكي طيب نشوف اللي بعده، اسكندر. شوف اسكندر، اسكندر يتقدم. هذا بيشحن يا رب تبلع، يا رب تبلع يا رب. اللي بيشحنوا اللهم اللهم خرب ايبهم يا رب، اللهم لا تبارك لهم في لوتهم. طيب طيب وبعدين. طيب خذ لايك يا ميمي. ميمي هاي بنت متوقع. نشوف هذا موكلي ولا شو اسمه، مومو كند. اسف كل متابعين علي عمر عندهم هاي الحركه، لما يجلدك او تحط الكاميرا عليه لازم يقرب لك الكاميرا على وجهه. انا بس حدا هيك يقرب لي كاميرا على وجهه بعرف انه هو من متابعيني. اوكي نشوف هذا صديقنا شو بيسوي، قاعد يبحث على الكنز. يلا الزون الاول، الزون الاول بدا تسكر صديقنا بولو. هذا لا في هذا بيشحن، طيب هذا ما بيشحن صديقنا، وهذا ما بيشحن، هذا ما هذا بس ما بعرف، حاسس انه حساب جديد. هذا صديق، هذا حساب جديد. طيب هذا ما بيشحن، والله في اساطير صراحه، في اساطير انا بتمنى انهم يفوزوا. هذول الاساطير بيكون مثلا بتلاقي عنده نقاط الفاير باس 170 او 150، يعني بيلعب كتير باللعبه، وبتلاقي لفله عالي، وبتلاقي الكداء عنده خرافي، يعني بيلعب بس ما عنده انه يشحن. هذول اللي انا بحب اشحلهم، بحب افوزهم صراحه. صحيح ترقبوا الفيديو تبع بكره. طبعا اليوم راح اخذ الفائز، الفائز راح احرق له ابو حسابه يا اصدقائي، عن جد راح احول له حسابه من حساب نوب الى حساب اسطوري. راح اصور الفيديو ولكن الفيديو ما راح ينزل اليوم، لانه اليوم راح ينزل هذا الروم، فالفيديو راح ينزل ان شاء الله بكره. بكره انتظروا الفيديو تبع بكره، راح يكون شيء عن جد خرافي من الفيديوهات اللي انتم بتحبوها. حرق ابو المتجر الغامض، تفجير ابو المتجر الغامض، وتفتيح باكجات، وحرق ابو كل شيء يا اصدقائي. فترقبوا الفيديو تبع بكره. وكمان صحيح نسيت احكي لكم اليوم، كيف نسيت احكي هذا الشيء، هذا الشيء الاسطوري نسيت احكيه. اليوم البث المباشر على تطبيق نونو لايف راح يكون شيء فعلا اسطوري. ليش راح يكون شيء فعلا اسطوري وراح نحرق ابوها؟ لانه اليوم يا اصدقائي راح يكون في بطوله. طيب هاي البطوله داخلين فيها كثير ستريمر معروفين، منهم وسيموس، منهم في ستريمر كثير معروفين. انا نزلت على الانستغرام ونزلت الاعلان تبع هاي البطوله. هاي البطوله راح تكون اليوم الاحد الساعه 9 تقريبا بتوقيت المغرب او 10 بتوقيت المغرب، فراح تكون كلاس سكواد، عن جد راح تكون بطوله كثير اسطوريه اصدقائي. فلسه مو محمل تطبيق نون لايف، يروح يحمله، والله عن جد بتروح عليه بطوط خرافيه، بتروح عليه يوميات كلال خانز، بتروح عليه اكواد ومسابقات ورومات كثير اسطوريه. فطيب كيف تقدر تحمله تطبيق نون لايف؟ تقدر تحمله عن طريق الاب ستور او الجوجل بلاي. اذا ما عندك ذاكره بالجهاز احذف اي برنامج، يعني انت اي برنامج صار لك اسبوعين او ثلاثة اسابيع ما استخدمته فمعناته انت ما راح تستخدمه مره ثانيه، فاحذفه وروح حمل تطبيق نونو لايف، والله بتتسلى بالبلوتوث. راح تلاقوا رابط تحميله تحت في صندوق الوصف، في رابط تحميل الاندرويد وفي رابط تحميل الاي او اس، او بتقدروا تحملوه تبحثوا بس بالجوجل بلاي وبالاب ستور نونو لايف، راح يطلع لكم البرنامج. بعد ما تحملوه في اشتباك عند المدمر، المدمر يا اسطوره، المدمر يا اسطوره، ورينا يا المدمر، المدمر بالفي اس اس، المدمر يعذبهم بالفي اس اس بالامبي 40 بالمسدس. وان شوت والله، لا حط الامبي 40 بيده، هذه قنبله اوكي ما وصلت. يلا يا المدمر، ورينا يا المدمر، اثنين هيد شوتات، دبل هيد شوت من عند المدمر، لا تخليه يعبي دم، لا تخليه يعبي دم يا المدمر يا اسطوره، يا المدمر يا الوحش، والله انك مدمر، مدمر بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه هو مدمر. طيب
المهم اصدقائي، بعد ما تحملوا تطبيق نون لايف تقدروا تبحثوا عني بالاي دي، الاي دي تبعي سهل جدا 10 20 30 فقط، راح تلاقي حسابي تابعني، اعمل لي متابعه، انتظر البتوت المباشره اللي بتكون بشكل يومي على التطبيق. مثل ما حكيت كل يوم بتوت مباشره، كل يوم جوائز، رومات، يوميات كلان خانس، بتوت وضحك مع المتابعين واشياء عن جد اسطوريه. فراح اكون بانتظاركم اليوم على البث، راح نولع ابوها بالبطوله اليوم ان شاء الله. اوكي نشوف صديق هذا، المشكله هذول اللي بيحطوا خلفيات ما بتبين اسمهم، والله ما بعرف كيف اقرا اسمهم. طيب هذا صديقنا، في حدا عنده على فكره، انا سامع صوت حدا، والله راح تبلع يا صديقي، انت نهايتك قنبله يعني. قنبله والله، والله اعطاه اياها سم... لا ما دخلت القنبله لعنده. اوكي طيب لحد الان وضعك في السليم. وضعك في السليم يا صديقي. حط له هذاك راح يعذبه، والله راح يعذبه. ورينا الاسطوره، متعنا يا الاسطوره بالهيت شوت، بالام بي فورت الخضراء، بالهيت شوت الذي لا تنسى. هذاك اخذ مكانه، لا طلع هذاك ملقلق ولا شو صاير يا شباب؟ انا والله ما عاد عرفت الحق على مين. يلا هد 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 هد. كفو. بيعجبني والله صراحه، بيعجبني اللي بيلعبوا هيك. اذا لاحظ الحركه اللي عملها اسطوريه، انه خلص بيضرب وبيتخبى، يعني لما بدك تلقم سلاحك بيفضل مخزن، لا تضل تضرب عليه هيك وانت واقف، اضرب وبس يفضل مخزن خد كفر وعبي وارجع اضرب مره ثانيه. هذا الشيء عن جد اسطوري. صديقنا بولو حاط ثلج ومسوي عرس. صديقنا بولو اتوقع جالت حدا. اوكي عندنا هون صديقنا في السكانر، ما في اي حدا عنده. نشوف اللي بعده ماذا يفعل. اللي بعده صديقنا هذا اوكي، هذا المجرم، هذا هذول فاتحين حسابات جديده، والله هذول فاتحين حسابات جديده، انتم اللي بتشحنوا، اتمنى انكم تبلعوا صراحه. اوكي صديقنا اسكندر مكمبر الكل، مكمبر الكل، اوه في اشتباك، ما لحقنا هذا حسابه برونز، فات حساب جديد، ابلع يا صديقي. خلاص والله مات كيلر، والله مات يا حبيبي، خلاص مات والله، اقنع انه هو مات. في حدا تاني في حدا تاني صحيح، والله في حدا تاني. ورينا يا صديقنا كيلر، ومتحهم يا صديقنا كيلر، دلحهم يا كيلر، متحهم ولحهم، ولحهم يا كيلر، كيلر بالام 14 يجلدهم، كيلر كيلر يغدروه، كيلر يغدروه، كيلر يضربوه من جميع جهات، والله يتعذب كيلر، تعذب حياته كيلر، يعني كيلر لو اخذ البويا راح يكون اخذها بجدارة بعد هالعذاب، كلهم بيضربوا عليه. ورينا كيف سوف يتصرف كيلر، ماذا سوف يفعل كيلر في هذه المواجهات العنيفة، في هذه السكوبات التي مفتوحة عليه. ورينا يا كيلر، كيلر مت... اوه شوفوا كم واحد عند كيلر، او ماي جاد يا شباب، راح تولع عند كيلر. اوه هيت شوت 175، كيف ما مات؟ كم دمه هذا؟ دمجه عطاه تقريبا 30 وبعدها هيت شوت 175، بتوقع دمه 235. والله يا كيلر هو كان حاب يروح على فكره يجلده، ما يخليه يعبي دمه، بس خاف انه يغدروه. طيب هذا صديقنا المجرم ولا ما بعرف شو اسمه، هاي نزل والله راح تبلع يا صديقي. وهذا صديق سبحان الله، جماعه البرونز الحسابات الجديده كلهم جنب بعض. المدمر ماذا يفعل المدمر تركهم كلهم يجلدوا بعض ورايح ماخذ طريق ثاني لحاله، يقول لك مالي ومال المشاكل انا. خليني لحالي والله. المدمر هذا ثالث روم يشارك معي، بتمنى انه يفوز صراحه من القلب عن جد، لانه لعبه اسطوري ومبين عليه انه ما بيشحن، فان شاء الله يا مدمر يحالفك الحظ وتفوز يا صديقي. انت يا صديقي دير بالك تطلع راسك، لانه 4 سكوبات مفتوحين عليك. اوكي من هان ما راح تجيب حدا يا صاحبي، من هان ما راح تجيب اي شخص، فكمبر يا صديقي، خليك مكمبر في البيت ولا تطلع، الزون مش عندك، راح تبلع يا صديقي. هذا بلع لا طلع من الزون، طلع بس راح يبلعك اللي بالبيت، راح يبلعك والله، راح يبلعك، لا تروح لعند يا اتوقع ما انتبه انه في حدا في البيت. طيب كفو عليك حبيبي، ما قصرت، شكرا لك على المشاركه. ورينا انت يا صديقي يا ابو سكوبات، باقي عندنا 11 اسطوره في الزون ما قبل الاخيره، من منهم سوف يكون الفائز، من منهم سوف يحصل على المتجر الغامض كامل، من هو الذي سوف علي عمر يفجر له ابو حسابه اليوم؟ هذه بلعت هيت شوت، نشوف اللي بعده يبلع. هذا صديقنا كيلر جالد الكل، ممتع الكل، مش راح حدا. ورينا يا الاسطوره يا ابو البرونز، ورينا يا المدمر يا ابو فاتوره الكهرباء، ورينا يا صديقنا يا ابو البلكونه مكمبر بالثلج. نشوف صديقنا بولو مكمبر، كيلر يا اسطوره تقدم يا كيلر، 9 اساطير في الزون ما قبل الاخيره، من منهم سوف يفوز يا اصدقائي؟ من منهم سوف يحصل على المتجر الغامض كامل باكمله بجميع اغراضه بجميع اسكناته بجميع بقجاته؟ من منهم سوف ينحرق ابو حسابه اليوم؟ اوه هيت شوت خرافيه من عند صديقنا سنايكي. سنايكي يا وحش، سنايكي يا اسطوره، واحد ثاني عندك يا اسطوره يا سنايكي، ورينا كيف سوف تتصرف يا سنايكي. هيت شوت ثانيه من عند سنايكي، ولكن ما انحسمت هيت شوت. سنايكي وحش، اسطوره سنايكي جلد الكل، متحهم
نشوف صديقنا متقدم عنده. هذا صديقنا أبو البلكونة، يا أبو البلكونة سوف تبلع من قبل سنايكي، هذا وعد من عندي. المدمر، المدمر والله المدمر أحسن واحد في الروم. المدمر تركهم كلهم يقول لك أنا مالي ومال المشاكل، هم قاعدين يجلدوا بعض أنا خليني مكمبر. والله المدمر عن جد بتمنى أنك تفوز يا صديقي صراحة، لأنه عن جد ثالث روم يشارك وهو ما بيشحن يعني، ولعبه نظيف يعني ما. أو المدمر، المدمر راح يجلدك يا سنايك، المدمر راح يمتعك يا سنايك، المدمر قد... لا هذا كلا المدمر، هذاك المدمر. سنايك سوف يبلع من قبل المدمر، ورونا كيف سوف يتصرف سنايك، كماذا سوف يفعل سنايك. إيه سنايك وحش والمدمر أسطورة واللي قبله سفاح، نشوف سنايك ماذا سوف يتصرف. قنابل من جميع الجهات وسنايك يبلع قنبلة كبيرة. نشوف صديقنا بولو، بولو هذا اللي متعه بالقنبلة. هذاك مش كيلر، كان بولو هذاك مش كيلر. صديقنا المجرم سوف تبلع، والله راح تبلع. انا لما اقول لك تبلع 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 صديقي، خلص روح انت وحسابك الجديد اللي فاتحه. وانت يا صديقي اتمنى انك تبلع صراحه، بس ما بعرف وضعك حاليا بيطمن، بس بتوقع. هو المدمر مات، لا يا شباب لا، المدمر لا يا مدمر، والله وجعتني في قلبي، والله يا مدمر كانه لا يا مدمر لا، والله حرام المدمر. طيب نشوف هذا صديقنا شو اسمه، هذا ابو البلكونه بيبرو بيرلو، بيرلو ورينا يا بيرلو، بيرلو يجلد ابو البرونز، كفو يا بيرلو، اعطاه شوت كان من الاول مدمجه. في عندنا صديقنا ما ضل باقي، لا ما ضل غير صديق ابو يا اسطوريه لصديقنا باثنين كيل. شو اسمه صديقنا هذا، جو ولا ما بعرف شو اسمه، اشارات استفهام. على كل حال الف 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 مبروك لك يا صديقنا جو، تستاهل يا حبيبي، تستاهل يا اسطوره، تستاهل والله. تكتيك حلو، تكتيك خرافي، غدره اسطوريه، غدره خرافيه. طيب الف مبروك. اوكي اصدقائي الف مبروك لصديقنا جو، ما بعرف شو اسمه، اسمه اشارات استفهام. على كل حال الف مبروك له، بيستاهل صراحه، طلع ما بيشحن، تخفيض عنده 91%. طبعا انا عندي بث مباشر، راح انزل هذا الفيديو ابدا بالبث المباشر فورا، فراح اكون بانتظاركم على البث اليوم يا اصدقائي، راح نولع ابوها البث المباشر. فعن جد بتمنى انكم تيجوا تحضروا هذا البث المباشر على النونو لايف. مره ثانيه طريقه تحميل البث عن طريق جوجل بلاي او الاب ستور، تبحث باسمه او عن طريق الروابط الموجوده تحت في صندوق الوصف. بعد ما تحمل النونو لايف ابحث عني بالاي دي، سهل جدا 10 20 30، راح تلاقي حسابي. انتظر البطولة المباشرة بتكون بشكل يومي على هذا التطبيق، اليوم بطولة اسطورية على هذا التطبيق. فطيب بعد ما اخلص البث المباشر ان شاء الله راح اخذ حساب صديقنا جو وادخل واحرق له ابو المتجر الغامض واشتري له كل شيء واحول له حسابه من حساب نوب الى حساب اسطوري. وهذا الفيديو اللي راح نحرق فيه ابو حساب صديقنا ان شاء الله راح ينزل بكره على اليوتيوب، فكونوا بانتظار الفيديو تبع بكره يا اصدقائي، وتابعوني على الانستغرام الاسبوع الجاي، اكواب اسطورية ان شاء الله راح تنزل على حساب الانستغرام. كمان رابط حسابي على الانستغرام تحته في صندوق الوصف، كل الروابط اللي ذكرتها موجوده تحته في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. وصو يا اصدقائي لهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو لليوم، فكان معكم علي عمر، واشوفكم بالبث المباشر اليوم او فيديو جديد بكره، يعني اشوفكم ان شاء الله على خير.